صار معانا القوي على كرسي المسؤول. جاهز؟ جاهز. طب اجاباتك بشكل سريع على الكاميرا هاي. على الكاميرا مو انا بديش اطلع عليك اصلا. مو لسه كرسي كرسي مسؤول والمخرج قال لي ما اطلع. هيك تمام. طيب جاهز؟ جاهز 100% ريدي. طيب نبلش في السؤال الاول. لو كنت مسؤول او اداري بشركه. السؤال الاول عارفه. الثاني تمام. لو كنت مسؤول او اداري بشركه تمام، شو المنصب اللي بتحب تكون فيه وشو الشركه او المؤسسه اللي بتحب تكون فيها؟ مسؤول حكومي يعني صح؟ عادي اللي بدك اياه. اللي بدي اياه بحب اكون مسؤول الشباب. حلو. مسؤول الشباب، الرياضه والشباب. طيب شو راح تعمل لو كنت مسؤول رياضة وشباب؟ مثلاً وزير الرياضة وشباب؟ مبدئياً العيلة كلها يعني بدها تقلب وزارة الغانم. لا فعلياً الشباب ممكن تهتم في الرياضة لأنه معلم لحق الشباب وهم شباب. وتكتيكهم بلاش لما يكبروا يبطلوا معك. فلا الشباب فعلياً إحنا المجتمع الأردني مليان شباب، فبحس وضعي تشوف شباب ولا فنص عليهم بس؟ وعاقب الناس مش عارف ليش عاقب. طب أنت بالبزنس قوي؟ الحمد لله رب العالمين. ولا لا لا الحمد لله، هي عندي شركة وعمرها 5 سنين في الأردن هون، يعني أضربه ب10 سنين. كيف الموظفين عندك؟ تمام بيسلموا عليك والله. لا علاقتك فيهم كيف؟ من لا 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 أنا لا 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 أنا علاقة صحبية، ما عمري أنا أصلاً كنت في شركة، فعم بحاول ألغي قدر الإمكان أي شيء. مش التقليدي. لا 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 ما كنت أحب علاقتي مع المدير، كنت أحترمه بس ما كنت أحبه. زي ما بصير معنا يعني مع الحزام وكذا، ما بحبه بس لازم احطه عشان ما يتخالف. فنفس الشيء بس هون لا، علاقتنا وديه، كل الناس مع بعض، كلاتنا بنشتغل مع بعض وكل شيء مكشوف، يعني بحب الامور تكون مكشوفه، وكل واحد بتحسه بحاول احسس انه هو شريك في الشركه، فقد ما بيشتغل قد ما احنا بنكون مبسوطين. حلو هاي الاسلوب، هاي الاليه بحسها احسن شيء. تمام. لو انت وزير سياحه كيف تستغل الفن وموهبتك بانك تطور السياحه في الاردن؟ اطور السياحه بالاردن. نستخدم كل حدا مشهور حسب من خلال التواصل الاجتماعي يصور في مكان سياحي في الأردن ويحكي عنه، يحكي عنه بأسلوبه، يشجع الناس اللي بيجوا عليه، وزارة السياحة تحسن المنشآت هذه قبل ما احنا نعمل دعايات، ونعرف وين مشكلة الناس، هل هم إعلان ما بيعرفوا عن المكان اللي احنا بنروح عليه ولا هل بيستغلوه إلى 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 آخره، فنلاقي المشكلة ونستفيد من هالتواصل الاجتماعي اللي طالع عشان نروج للسياحة. حلو. السياحة الداخلية مهمة يا شباب. بلش المسؤول. عندنا الشونة وعندنا الحمة وعندنا البحر الميت، صح كلنا جنب بعض بس الشباب بروح حالكم. كيف ذكرياتك؟ والله ذكرياتي تمام الحمد لله رب العالمين. تمام. لا تمام. طيب خلينا